بداية كده تعالى نتكلم على الماتش النهارده. ماتش النهارده يعني الناس اكيد جمهورنا الزمالك ما بيسعاش دايما غير للفوز، حابب يشوف فريقه بيكسب. حضرتك شفت المباراه النهارده ازاي؟ ليه بدايتنا الماتش كده دي؟ والله انا جاي متضايق، والله يا احمد يعني للاسف انا جاي متضايق، كنت حتى كان عندي الاذاعه وتحليل ماتش، فمتضايق من النتيجه لان انا عملنا مباراه سيراميكا كويسه قوي، ولغايه الدقيقه 88 بنجيب جول المكسب، الجول الثالث، وبعد كده جبنا الرابع في الوقت الاضافي، فده كان يبين ان احنا الفترة اللي كان فيها رغي كتير ان احنا الزمالك ما رضيش يلعب الاهلي، قلقان من الاهلي، خايف من الاهلي، كل ده مباراة سيراميكا بينت ان الزمالك فنيا كان على مستوى عالي جدا. كنت اتمنى ان الاستمرارية، وده الطبيعي، ان انا استمر ما اجيش اقف، وخصوصا النهارده انا بلعب يعني مع احترام الفريق فاركو وكل حاجة، انا من اول اللقاء انا متسيد اللقاء، يعني انا كان حتى عندي تعليق على ضربه الجزاء بتاعت فاركو، انا مش شايف ان هي ما فيهاش ضربه جزاء خلاص، واستغربت، انا كنت حتى متاكد ان الفار هيبعت للحكم وان هو يتكلم معاه او يشوفها اكتر، لكن لقيت ان الفار بياكد، معنى ان الحكم ما راحش الفار يعني هو بياكد على بالزبط. نفس اللعبه، لكن مش حابب ان انا، مش معنى ان انا ممكن اكون بعيد عن المنافسه للدوري ان انا دوت يكر معايا نقاط، ما ينفعش ان الزمالك يبقى موقعه كده في جدول الدوري.